بئر جنب أو بئر الشيطان مكان يحمل رمزية تاريخية باعتباره شاهد صامت على إعدام 8 شهداء من أبناء منطقة بوقادير سنة 1957. رمزية المكان التاريخية وطبيعته الجيولوجية دفعت فرقة استغوار وباحثين لاستكشافه. قمنا يعني بالتخطيط لرحلة استكشافية بغية استغوار أعماق هذه البئر، يعني الوصول إلى أعلى يعني أعمق نقطة ممكن من خلالها أنهم يقدروا يعني حتى إذا أمكن استخراج بعض الرفات الشهداء الذين ألقيوا في خلال الفترة الاستعمارية. بحث كذلك من أجل فك لغز هذه الظاهرة، يعني تشكلها كيف تشكلت يعني عبر السنين، كذلك وتصنيفها في كمعلم أثري. كذلك كشف أسرار بئر جنب سخرت له إمكانيات تسمح للوصول إلى عمق 63 مترا مع إمكانية اكتشاف ارتباطه بمغارات وكهوف أخرى مجاورة. جينا جبنا كل معدات اللازمه، جبنا ميم ان كومبيغ، نحن قاعدين هنا يومين، دونك لو بليز امبورطون نحن نكسبلوريو هذا القفر، نشوفوا العمق نتاعو، نشوفوا القصه نتاعو التاريخيه اللي كاينه كما راهم هضروا عليهم الناس. نقولوا باللي فات 63 متر، اليوم نشوفوا شحال كاين فيه، اسكو يكمل باسكو با يقين زيتود تاع جيولوجي اللي يقولوا بوسيبل هنا يكمل، وكاين ثاني مغاره واحده اخرى ليك واحد 2 كيلومترات قادر يكون اتصالات بيناتهم. فريق المستغورين يسعى هذه المرة إلى تحقيق اكتشاف نوعي يشمل تقرير شامل عن الموجودات في الموقع، لا سيما رفات وأثار عن التواجد البشري لتوثيقها ووضعها في متناول مخابر البحث العلمي والطلبة.